اسالك سؤال عشان اختم الحلقه. اتفضل. بس اقسمني بالله ان انت هتجاوب صح. اقسم بالله. وهتجاوب الحقيقه. اقسم بالله. هجاوب لك اللي انت عايزه بس. انا هي دي لقطه البرنامج. البرنامج. عشان هخلص بيها كل حاجه. وانا استحلفتك بالله. ايوه. بس حاجه تكون يعني. هسالك سؤال وترد عليا اجابه قاطعه. ماشي. بقى او لا. او ما تردش. ماشي. بتحب الاهلي؟ طبعا. اقسم بالله وحياة الله بحب الاهلي. سيبك من المناقشة. بص خلاص مش لا عايز. لا بس مش عايز. لا هقول لك بس. عايز اخد. بص الاهلي. انا خدت اللي انا عايزه. الاهلي والزمالك شرف ليا. انا ما جبتش سيره الزمالك. لا اسمع بس. انا سالتك سؤال. يابا اسمع. ما تلفش عليا. احنا عايزك. لا بحب النادي الاهلي طبعا. ولعبت له ولو ما كنتش بحبه ما كنتش العب له.